زين، لكن هل مقومات انه نمشي بهذا الموضوع موجوده؟ انا اعتقد هاي التفاصيل ممكن نختلف بها. انا اقول موجوده قسم منها مثل ما قال كاثر رافد، انه بعض المعايير ممكن الاتحاد الاسيوي والاتحاد الدولي يتساهل بها، لانه احنا نعرف يمكن صار اكثر من 6 سنوات احنا نطلب التاجيل في مساله إقامة دور المحترفين، الظروف الغير طبيعية اللي يعيشها البلد. لكن أنا بنفس الوقت ما تحدث به كابتن رافد حول أنه دور المحترفين وآلية الصعود والنزول، أنا أعتقد أنه رابطة دور المحترفين كيان مستقل بعيدا عن الاتحاد، راح يكون هذا الكيان ما له أي صفة مع الاتحاد، راح يكون كيان مستقل من مجموعة أندية اللي هم عندهم القدرة أنه يكونون في دور المحترفين، ما لهم أي تدخل مع الاتحاد. الاتحاد راح يكون بعيد جدا عن رابطة دور المحترفين. دور المحترفين راح يكون كيان مستقل، منظمة غير اللي هي الاتحاد. أنا أعتقد حتى من خلال اتصالاتنا، من خلال علاقاتنا، عرفت أنه ممكن تكون هاي الرابطة راح يكون النظام الأساس مالها، إنه 2 ممكن يكونوا من الاتحاد، و2 يكونون من الأندية منتخبين، و2 راح يكونون موجودين من المؤسسات الداعمة للدور المحترف. دور المحترف. هذا اللي فهمته من خلال معلومات اللي من خلال المسؤولين يعني. بس أعتقد إنه كل الأحوال أعتقد إنه خطوة بالاتجاه الصحيح. هسه كانت الخطوة مداها إنه 10% 20%، أنا أعتقد قامت دور المحترفين بفائدة للكرة العراقية بالمستقبل. لكن تقول لي مدى تطبيقها كأندية ممكن إحنا ننهض بها كأندية فقط، أنا أقول لك صعب.